الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. ما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل، قال: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه، سواء كان تهجد بالليل أم لا. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى استكمالا للأحكام المتعلقة بسنة الفجر. قد ذكرنا أن سنة الفجر فيها من الخصائص ما لم يكن في غيرها من السنن، سواء السنن الرواتب أو غيرها من السنن. ومن ذلك ما ذكرنا أنه يقرأ فيها قراءة مخصوصة، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدها ولا يتركها لا في حضر ولا في سفر، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها خفيفة. وأيضا ما ذكر المصنف في هذا الباب، قال: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على جنبه الأيمن، ومن هنا قال المصنف استحباب الاضطجاع، أخذ الحكم من هذا الحديث. ثم قال: والحث عليه، الحث على الاضطجاع لحديث ذكره المصنف سنتكلم عنه إن شاء الله. قال: سواء كان تهجد بالليل أم لا. هذا إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى الخلاف في هذه المسألة، قال: سواء كان تهجد بالليل أم لا، لأن أهل العلم اختلفوا في استحباب هذه الضجعة بعد ركعتي الفجر، هل هي مستحبة مطلقا أم خاصة بالرسول، أم هي لمن تهجد بالليل ثم استراح. سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل، ولكن المصنف ذكر في هذا الباب وفي هذا التبويب ما يراه رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعنها يعني عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، رواه مسلم. وهذان الحديثان عن عائشة رضي الله عنها فيها بيان استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ولكن هل هذا عام للجميع وفي كل حال، أم هو مخصوص بحالة معينة؟ اختلف بذلك أهل العلم، فمنهم من قال الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مستحب مطلقا، فمن صلى ركعتي الفجر السنة اضطجع سواء في بيته أو في المسجد. ومنهم من قال يستحب له أن يضطجع بعد ركعتي الفجر إذا كان في بيته ولا يضطجع في المسجد، لأن النبي كان يفعل ذلك في البيت. وقال بعضهم، وهو الصواب في هذا والله أعلم، وهو ما رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذه الضجعة التي كان النبي يفعلها صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعلها من أجل الراحة، فمن كانت حالته مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل كما فعل النبي. وما كان يفعل النبي كان يصلي في الليل 11 ركعة ويصلي صلاة طويلة، فكانت هذه الضجعة بعد ركعتي الفجر بمثابة الراحة له، ولذلك كان يضطجع حتى يأتيه المؤذن للإقامة، وليس كما يفعله اليوم بعض الناس إذا صلى ركعتين اضطجع دقيقة وقم دقيقة وقام، قال وأدي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع حتى يأتيه المؤذن يؤذنه بالإقامة، فكان يضطجع من أجل الراحة. فإذا الصواب في هذا والله أعلم، أن من كانت حالته مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل
فإن له أن يضطجع هذه الضجعة بعد أداء هاتين الركعتين من أجل الراحة ومن أجل الذهاب إلى صلاة الفجر بخشوع وحضور قلب. وإن صل يعني اضطجع مضطجع أخذا بالقول الأول فلا بأس بذلك ولا إنكار عليه، لأن الحديث يحتمل، لأن الحديث يحتمل، وهذا ما رجحه النووي أنها عامة ليست في من تهجد أو لم يتهجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في من تهجد يضطجع، وإنما هذا فهم وفهم العلماء من حديث عائشة الذي مر علينا أنه كان يقوم الليل ويصلي 11 ركعة ثم يصلي السنة ثم يضطجع، فقالوا هذا دليل على أن النبي كان يفعل ذلك من أجل الراحة، لأن عائشة ذكرت هذا مع قيام الليل. وأما أداؤها في المسجد فلا شك أن الصواب أنه لا يشرع، أن أداؤها في المسجد أنه لا يشرع، أولا لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولعدم فعل الصحابة، بل جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحصب بالحصى من يراه يضطجع في المسجد بعد أداء هذه السنة، كان يرميه بالحصى زجرا لهم عن هذا الفعل، لأن النبي لم يكن يفعل هذا وإنما كان يفعل ذلك في بيته، فمن فعلها في بيته سواء بعد تهجد أو من دون تهجد فلا بأس بذلك، ولكن كما ذكرنا أن الصواب أن هذا في من أطال القيام في الليل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث نص فاصل في استحبابها مطلقا، نص فاصل في استحبابها مطلقا لأمر النبي، قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. ولكن هذا الحديث الصواب أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو صح لكان فاصلا، وإلا فإنه نص قاطع في استحبابها عموما. والنووي قال رحمه الله هنا: رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا حديث باطل، أو قال حديث منكر. قال: وأخطأ فيه عبد الواحد بن زياد، أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد، ولذلك هذا الحديث لا يثبت على النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أي في الأمر، وإنما ثبت عنه الفعل أنه كان يضطجع بعد أداء هاتين الركعتين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.